بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم ازاي نستخدم وورد الموبايل وازاي نكتب عليه اي حاجة بدنا نكتبها، سواء بحث جامع، سواء بحث ثانوية، سواء بحث اعدادي. وكمان هنتعرف نكتب كل حاجة على الوورد، وازاي ندرج صورة، ازاي نكتب معادلة رياضية، ازاي الكلام ده. طب اول حاجة برنامج الوورد سهل جدا وهتتعلمه ان شاء الله في 5 دقائق. هتعلم كل حاجة عن برنامج الوورد. اول حاجة هفتح الوورد، هختار ملف مستند فارغ، بعدين هروح اكتب اللي انا عايز اكتبه، اي حاجة عايز اكتبها. تمام، مثلا اكتب باختصار اهم المهارات المعرفية المكتسبة خلال فترة دراستك. تمام، بعدين اروح نازل. شوف انت عايز تكتب ايه. طب عندي انا الخط اللي انا اخترته ده، هل انت عايز تخليه ايه؟ عايز تخلي الكلام اللي انت اخترته ده في منتصف الصفحة كعنوان مثلا، فهي هتبقى في منتصف الصفحة. عايز تتقله بالبي، شوف انت عايز تعمل ايه. طب انا نسيت اقول لك كمان، هو حجم الخط انت عايزه ايه؟ حجم الخط مثلا 14. طب انا نسيت اقول لك كمان، المسافة بين تنسيق السطور عايزها كام؟ 1.25 مثلا. فانا اخترت كل حاجة انت عايزها، يبقى اهم حاجة حجم الخط، وكمان التنسيق الفقرة اللي هي المسافة بين السطور. كمان عايز تخلي شوف انت عايز تخلي عدد الكتابة من بداية ولا في الوسط ولا على الشمال، ولا عدل براحتك. تمام، طب لا انا مثلا كتبت كلمة وعايز كتبت شوية كلام كده وعايز امسحهم، او عايز ارجع للي انا كاتبه، مسحت حاجة وعايز ارجع لها، فانا اروح مسح من هنا، ففهمني ارجع خطوة للي انا كتبته، ارجع اللي انا عايز اعمله. طب تمام، يبقى الحين انا فهمت ازاي اكتب على وورد الموبايل، سواء ازاي اختار حجم الخط، وكمان ازاي اختار تنسيق الخطوط. طب ازاي كمان ارجع خطوة من خلال دي. طب كمان عايز اتعلم ايه، عايز ادرج صورة. ازاي ادرج صورة؟ يعني ازاي احط صورة في وورد الموبايل؟ هل هي سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. ما تروح داخل، شفت العلامة اللي انا دخلت عليها؟ دخلت على العلامة دي، ومن العلامة دي رحت مختار الصورة. تمام، رحت داخل على المعرض، ومن المعرض اخترت الصورة اللي انا مثلا عايز اوضحها في الملف، وكده انا اخترت الصورة. اتظبط طبعا كده الصورة، ظبطها انت، عايز تخليها صغيرة كده وتقعد تلعب بعدين انت فيها وتظبط فيها وتعمل اللي انت عايزه. تمام، طب ماشي، انا فهمت دلوقتي حاجات كتير، بس في حاجات كمان ما فهمتهاش، اللي هي زي ايه. انا عايز اكتب معادلة، هكتب ازاي المعادلة؟ عايز تكتب معادلة؟ ايوه عايز اكتب معادلة. عايز تكتب معادلة، تروح داخل على الصفحة الرئيسية، ومن الصفحة الرئيسية تدخل على ادراج، ومن ادراج شفت معادلة اهي، تروح داخل على ادراج معادلة. تمام، هالحين مش بتحمل، بس انت عندك بتحمل، ولو ما حملتش خليها تحمل مرة واثنين وثلاثة. طب حلو، طب انا هالحين عايز اتعلم، انا عرفت اكتب معادلة من خلال ادراج، رحت من ادراج اخترت معادلة العلامة اللي عليها الباي دي ورحت مختارها وكده ادراج. طب هقدر اكتب الرموز الرياضية، علامة التكامل والكلام ده؟ لا. طب هعمل ايه عشان اتعلم علامة التكامل والكلام ده اكتبه؟ هقول لك تعمل ايه. هتروح طالع من هنا وتروح مختار برنامج، تروح منزل برنامج اسمه ماسكي بورد، وتفعل الماسكي بورد ده. اتفعل الماسكي بورد، انا عشان عندي متفعل، فلما اروح ادخل تاني بص كده، لما اجي اكتب اي حاجة ادي علامة الماسكي بورد، فهيقول لي ماسكي بورد. ايوه ماسكي بورد. شوف الماسكي بورد ده ايه ايه الجميل فيه. الماسكي بورد ده لو دخلت على الماس تلقى فيه مينيو، مينيو مكتوب لك فيه الكول كلاس وكل حاجة انت عايزها، علامة التكامل اهي، السمشن اهو، كل حاجة عايزها اتقلب كده تلقى كل حاجة انت عايزها. تمام، فانا كده علمتك ازاي تكتب على وورد الموبايل، سواء رموز رياضية، ازاي تكتب الرموز الرياضية، سواء تكتب اي حاجة انت عايز تكتبها تقدر تكتبها. تمام، ومفيش اي صعوبة، مفيش اي صعوبة. تمام، الموضوع ابسط ما يكون. تمام، وإن شاء الله تكونوا اتعلمتوا، وده موجز سريع لتعلم الموبايل.
ولا تنسى أن تدعمنا بلايك واشتراك في القناة.